في خطوة متقدمة من شأنها تجنب الأمراض الوراثية وإنجاب أطفال أصحاء جسدياً وذهنياً، سيتم إدراج 16 مرضاً وراثياً ضمن الفحوصات الطبية قبل الزواج. قديماً كان يشمل أمراض الدم الوراثية اللي هي الثلاسيميا والسكل، وأمراض اللي هي الفينيريا الإيدز والهباتيتس وهذه الأشياء بس. هذا هو فحص الزواج. أنا اللي طالبته إضافة 16 مرض عليهم، مثلاً مثل ما قلت السباينال ماسكولار أتروفي هذا منهم، نوع من أنواع الكارديو مايوباثي اللي هو بالقلب هذا منهم، مشكلة فيلكاد يعني very long chain fatty acid وهو تمثيل غذائي للدهون. ولادة 9 أطفال أصحاء كان من المحتمل إصابتهم بضمور العضلات الشوكي بفضل تدشين برنامج فحص الأجنة قبل الانغراس في بداية العام الماضي، وجميع الحالات التي خضعت للبرنامج وصلت نسبة النجاح إلى 100%. كان عندنا عائلات لديها مرض اللي هو السباينال ماسكولار أتروفي اللي هو نوع من أمراض حث الأمراض الوراثي، وكانت تكلفة علاجه 1,000,000 دينار للإبرة الوحدة. تم بحمد الله إنجاب 9 أطفال طبيعيين السنة اللي فاتت، وأقول السنة هذه أنا ما يأتني أطفال مصابين لأن إحنا عارفين الموضوع. استقبلت العيادة ما يقارب 320 حالة، 235 حالة تم إدخالهم في برنامج البي جي تي. عملية البي جي تي والتي تعني فحص الأجنة قبل إعادتها لرحم الأم تنقسم إلى نوعين من الفحوص: فحص للطفرة الجينية المسببة للمرض الوراثي، الفحص الثاني وهو فحص فقط يشمل كروموزومات الأجنة من حيث الشكل والعدد. لإدخال الزوجين في البرنامج يجب أن لا يتجاوز عمر الأم عن 41 عام ولديهم طفلين سليمين، وبعد موافقتهم لإجراء فحص الأجنة قبل الانغراس يتم تشخيص الأمراض الوراثية في مختبرات مجهزة بتقنيات عالية الدقة وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. يتم تشخيصهم والوقوف على الطفرة الوراثية الموجودة عندهم، ومن ثم نبدأ إجراءات مع قسم IVF أو قسم الخصوبة، حيث يتم مقابلة الزوجين والموافقة وتوقيع الإقرار المستنير، ومن ثم طلب المواد الخاصة بكل أسرة حسب نوع الطفرة. فريق مؤهل استطاع أن يحيي الأمل في نفوس الأهالي وإنجاب أطفال أصحاء لا يعانون من أمراض وراثية مستعصية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.